على بعد مساحة قليلة من مدينة القناطر الخيرية بالأليوبية، وبعد ما تعدي على كوبري محمد علي اللي عمره بيزيد عن قرن ونص، هتلاقي عزبة الأهالي أو بورصة الزهور، واحدة من أشهر القرى على مستوى الجمهورية، لأنها بتصدر الورود ونباتات الزينة للعالم كله، وده لأن 90% من سكانها بيشتغلوا في زراعة الورد. وانت ماشي في العزبة هتلاقي البهجة في كل شبر حواليك، هيبهرك جمال الورد بألوانه الزاهية وكأنه جزء جميل من لوحة فنية بديعة هتشوفها هنا، بتشرف عليها أيادي محترفة في زراعتها وقطفها وتجهيزها للمحلات والفنادق أو حتى للتصدير. يا أم حسين، قاعدة تعملي إيه؟ بنعمل شتلة. إيه ده؟ إيه الشتلة ده؟ احكي لي. خرزانت. يعني إيه يعني إيه؟ ده هيطلع وردة شكلها إيه؟ هيطلع وردة بيضة. هيطلع وردة بيضة كبيرة كده؟ بلدي ولا واحدة تانية؟ لا مش بلدي. طب فرجيني كده واحدة، أنت بتعملي إيه؟ يعني إيه الفرق بين اللي في الطشت ده وبين ده؟ دي متنضف أما دي متنضفش لسه. طب وريني بتشيلي إيه؟ أهو بنشيل الورقة دي. وتسيبي اللي فوق بس؟ بنسيب اللبلوبة بس اللي هتطلع الورد. دي اللي هيبقى فيها البرعم الصغير. أيوة. صح؟ صح. أم حسين وريني كده الأول أنت بتعملي إزاي بالمقص وكده، عشان أنا أحاول أعمل زيك كده عشان إيد البطلة نكسب. ماشي. تقرطيه كده من الأول بقى، يعني ده بتحطيه في الكيس ده ولا بتحطيه فين؟ أهو في الكيس. يعني ده كله هيتقرط. طيب وريني من الأول كده أعمل إزاي. عايزة تنضفي من الأول؟ هنضف من الأول بس مع قصادك عشان أنت زي ما تعملي أعمل. واحدة بس ولا امسكي انت من الاول من ده يعتبر البرعم ولا دي رق معاه؟ امسكي انت ايدك دي كده والتانية تعمل كده عشان ما تقطعيش اللابلوب بتاعها. ماشي. بص من هنا البرعم. ايوه. وده نسحبه كده. ايوه بس اهي. ماشي. ولما تكوني مثلا كام واحدة بقى تقرطيها؟ على قد ما ايدك تاخد زي ما انت عارفة. ماشي. لا انا ايدي كبيرة. ايه ده هتاخد كتير؟ بس تساوي اللبلاب قد بعضيها. طب ده كده حلو ولا عايزة اضافة؟ لا حلو. اعملي حلو. ماشي. ماشي نساعدك برضه. الحلو بيعمل الحيل. يا سلام، انت اللي حلو ده قصير قوي. ما تعمليش القصير. مش هعمل القصير. اقرط بقى. اقرطي. ماشي. بسم الله الرحمن. سهل استعمال الجهاز ده ولا سهل كده ولا الناحيه الثانيه؟ لا خلي دي كده قلبيه. قلب. ايوه الابيض فوق. ايوه امسكي بقى بايدك. امسك ايدك كده. ايدك انت كده. خلي دي كده. ماشي. يعني النضيف. ايوه كده. ايوه عشان ايدك ما تعورش. ايوه وكده. ايوه قص بس حطه في الشنطه بقى. حاضر. وهي دي اللي يزرعوها في الارض يا ام حسين؟ دي اللي هنزرعها في الطينه بقى. دي تتزرع في الطينه في الارض. مين اللي بيزرعها؟ احنا اللي بنزرعها. انتوا الستات ولا رجاله برضه؟ احنا الستات. انتوا اللي بتزرعوها. على بعد قد ايه كده تزرعيها؟ يعني على كده اهو 10 سم كده من هنا لهنا لهنا بس تحطيها. وبعد كده امتى تاخد قد ايه على بال ما تعلى كده؟ تاخد لها 90 يوم. 90 يوم يعني 3 اشهر وتقدروا تقطفوها ونقرطها بقى. تنشال العتبة حيل كله. ويحتاج ساعتها بقى شتلة تانية ونتقلع بقى ونحرط الارض ونزرع فيها. وانتوا بتحرطوا وتعملوا كل ده؟ الباجور. عم عبد النبي بيحرط ويخطط الارض. بالباجور. طب ايه الفرق لما انت بتنزلي الارض والرجاله بتنزل الارض؟ انت بتزرعي زراعه شكلها ايه وهم بيزرعوا زراعه شكلها؟ هم لهم الزرع واحنا لينا زرع. كل جماعه في يم. بس نفس العمل. عشان عم شعبان كان قال لي انتوا بتشيلوا الغريبه والشتله وفي واحد فلاح بفاس. صح؟ صح. فيبقى هي عمل مختلف. الواحد له شغل. انت عندك كام سنه يا ام حسين؟ ولا انا اقول اعمل زي الليمبي بقى؟ وتقولي ايه؟ الليمبي عمل ايه؟ اقول عايشه بالي كتير. عايشه بالي كتير زي. طب وعيالك مين غير حسين؟ سحر وحنان. الله. بس. وحسين اكبر ولا اصغر؟ لا حسين الكبير. حسين الكبير. مين بيساعدك اكتر حد فيه؟ هم معايا في البيت اما حسين بيبقى معايا في الغيط. حسين بيجي الغيط. بيجي الغيط معايا. وحد فيهم في مدارس يا ام حسين؟ في المدارس. والمدارس بتخلص بدري وبعدين يساعدوك وبعدين يساعدوه. صح؟ صح. طب وما بتشتغلوش في عصفور الجنه والحاجات دي؟ لا بتشتغليش. ولا بتشتغلي خضار؟ عم شعبان قال لي بزرع خضار ساعات. بنزرع في خضارنا بقى مش هنا. ازاي تزرعي ايه بقى؟ نزرع فاصوليا، نزرع بسله، نزرع برسيم، نزرع غله، نزرع ذره. طب والارض دي اللي بتزرعي فيها ام حسين مأجراها ولا؟ مأجرينها. تأجريها. انت وفلاحين تانيين ولا مثلا حته كام ايراد كده انت مأجراه لوحدك؟ لا مأجرني 10 قريش. مع مين يعني؟
ولا لوحدك يعني انت عيلتك؟ لا احنا مع بعضينا انا وعيالي وجوزي. اه انت وعيالك وجوزك مأجرين حته ارض وكلكم تسعوا فيها. حتى جوزك الموظف برضو يشتغل فيها. امال مين اللي يسقي؟ مش هو اللي بيسقي وبيعمل معانا كل حاجه؟ هو اللي بيسقي وبيعمل معانا كل حاجه. هو امير يا ام حسين. امال ايه؟ حلو حلو. امال في الدنيا بحالها مش هلاقي زي. الله يا ام حسين. شوفي دي احلى حاجه. احلى حاجه صح؟ احسن حاجه. ما هو جوز الواحده ابوها واخوها وامها وكل حاجه في دنيتها. يخلص امنا جوزتنا وخلاص. هنقعد نروح امنا؟ لا تعيش روح امك. امك موجوده؟ لا امي متوفيه. تعيش امي؟ عندك اخوات؟ طيب اخوات. عايشين. حلوين؟ حلوين زي العسل. انت اللي زي العسل واحلى من العسل. حد عسل الا انت. اخت احلى حس. انت اللي جميله. مزرعتك جميلة وناسك جميلة يا عم مصطفى. ده من ذوقك والله العظيم. كلهم ألطف من بعض. ربنا يبارك لك. انت عامل لي الورد ده يا عم؟ يا ده أقل ده ورد. جميل. انتوا يعني نورتونا وشرفتونا ونورتوا المزرعة بجد ونورتوا عيش بقالي كلها. ودي أقل واجب يعني. أقل هو حلو قوي يا عم مصطفى. ربنا يبارك لك. عشان ملون ومزركش. أنا أحب قوي الميت لون ده. هدية مقبولة وجميلة ونادية وجميلة. ربنا يبارك لك. زي ما أنت مهديني كده إحنا برضو هنهديك بفن. عندنا زميلتنا الفنانة سارة بترسم صورة. تعالي يا سارة أنا ماسكة الورد بتاعي. اديها لعم مصطفى. إن شاء الله يا رب تعجبك. تسلم إيديكي. تسلم إيديكي. تسلم إيديكي. والله ينور عليكي. الورد شاهد عيان على كل ليالينا، على حبنا وحزننا، على كل يوم عشناه. يصالحنا على بعضنا وفي لحظة يراضينا، وكل لحظة حب بتتقسم وياه. بيقول لنا مبروك ويقول لنا آسف، ويقول لنا هانت ويقول لنا سلامات. الورد مصاحبنا، عايش في تفاصيلنا، في الضحك قبل البكا، في الفرح والأزمات. الورد قال عننا كل الكلام الحلو، ساب في القلوب الدفى ولو الإيدين بردة. شوف ذكرياتنا سوا، قلب في أيامنا، دور في كل الصور هتلاقي فيه وردة.